التعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم. ولذلك لا تكون عزة حقيقية للإنسان بعيدا عن تعاليم الله سبحانه. ليس بعزيز من أدار ظهره لهذا القرآن، ليس بعزيز ولو كان لديه جيوش الدنيا والأرض، وليس بحكيم من أدار عقله وقلبه لتعاليم هذا القرآن العظيم. لأن الحكيم وأبسط معنى من معاني الحكمة أن تعرف ماذا تفعل وماذا تقول في الوقت المناسب بالشكل المناسب. وهذا ليس من الحكمة حين يدير الإنسان أو المجتمعات ظهورها لتعاليم العزيز الحكيم وتعتقد أنها ستصل إلى بر النجاة أو الأمان، ليس من الحكمة.